بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كتاتشن سبحانه وتعالى يسو لجن ودى دنيا حياة سيسة اندن نور سيادر جن ودى دنيا يممتعتاتشن يمفتراتشن وانو علامة رب العالمين انجيتاتشن انبميقباوك ان سن سانا قارة بس سليمان نم سانا قارة الله ان تغزتن يتغزان هنا لما نورنا كزيا دنيا تأفي يمتأفى حياة مهنوان حياتي يالو موت يميبال نجر اندمي كتلو جيتاتشن سبحانه وتعالى قلصوا لنا لا سيتنا كأن تلب لتلتي حياتاتشن نراتش لا يمن نستولون يدنيا يتن يوم سقاوا زوتاري على مهنون دنيا راسهم يمات زوتر مهنون يقلصان بوستو يالو سقاوا اندما يما يزوترون دهونو تولو نواريو ترام بوستو يالو تم ሁሉም ዘውታሪዎች አይደሉ ወይም ዘላለማዊ አይደሉ ሀያት የተሰጠው ሞት የሚከተለው ነው ለዚያ ዱንያ ላይ ሲኖር አንድ ሰው በሚገባ አላህን አውቆ የሱን ትእዛዞች አውቆ የሚከተል እሱ ከከለከላቸው የሚርቅ ሆኖ እንዲኖር ነው ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱንያ ላይ የኖሩት ሀያት ያንን በግልጽ የሚያሳይ ሀያት ነበር ካስተምሮታቸው ባንደበት ከሚገልጿቸው በአሐዲሶቻቸው ከሚያስተላልፏቸው ወይም ቁርአን ወርዶላቸው ቁርአኑን ከሚገልጽበት በተጨማሪ የሳቸው የለተለተ ተግባር ሲታይ 24 ሰዓታቸው ሲታይ ዱንያ ጠፊ መሆኗን የሚያሳይ ሀያት ነው የኖሩት ጸጋዎቿም ዘውታሪ ያለው መሆናቸውን የሚያሳይ ሀያት ነው የኖሩት كزيا يبلت الله تعالى دنيا ميسنو سو يفطرو سو يزجاجو حياتنو كدنيا كموت بوحالا يالو حيات ويم اخره ميبالو سو يزجاجو حياتنو كن الله يهولتم فطاري يهونو جيتاچن سبحانه يسو يني بلو يميجلصو يبلطون يلاقون نونا اخيرا كموت بوحالا يالون حياتنو الله يني سيل يميجلصو ويم الله زند يالو تبلو يميجلص السنه لقناون لما ملائكه مالتنا لذا بله يميبالو بدنيا حياته لاي قري لهونو لما يطفوا حياته يميسنادا نو يميزجاجنو بمطفوا حياته لاي لما يطفوا يميسراو نو رسول الله اندزي نبروا عليه الصلاه والسلام استمروتاچوم اندزي نبر دنيا مزرعه مهونو انو ميجلصوت مزريا بوتا نش دنيا زوتاري من نور باسات تهون لاخيره يمنزر ابات نش بلوهوچو بميالق حياتاچو لما يالقو حيات يميلفوت يميسروت ناتشو استوى يميبالوت چوليوچ يميبالوت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت يعني بدون حياته كموت بوحالا لالو حيات يا لما يطفو حيات يميسنادانو دنيا لا يهونو الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم إلى الجيتاتين ليبلوكم أيكم أحسن عملا بدنيا ليس النور انجدي اندن سرانو يان سراد سن سراد اقمو يتعززن بات من قد علب من ملكو مسراتن دال لب يسو ليج تقد داجا يدلم مراجنو مطفو ميسراون سنهو بفلاغوتو مرتو يسرونو تريم ميسروتن سنهيم بفلاغوتاچو مرتو يسروتنو بيتنيوم سراچو يوم القيامه يميتايقونا اند سراچو جيتاچن سبحانه وتعالى بغباو قال قالون يماطف قالو يمايلوت جيتاچن اند سراچو ميمنداچو يهونالم لذا يا نبي عليه الصلاه والسلام امتوش دغمو ከዚህ በፊት በጠቀስናቸው ድርሶቻችን ላይ እንደገለጽነው ከህዝቦች ከኡማሞች ሁሉ በላጮቹ ተደርገዋል አላሁ ተዓላ ብዙ በረካዎችን ብዙ ኸይርን ሰጥቷቸው ኸይርም አድርጓቸዋል ከዚህ ከተሰጣቸው ነገር መካከል ምንድነው አንዱ
የተቀሩ በከኛ በፊት የነበሩ ኡመሞች የኖሩት ሀያት ሲታይ የኖሩት የድሜ በዱንያ ላይ የኖሩት ሀያት ሲታይ ቆይታቸው ብዙ ነዋሪዎች ነበሩ ብዙ አመት የሚኖሩ ነበሩ እስከ 1000 አመት የሚኖሩ ነበሩ ከዚያም በላይ አማ የረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመቶች ዱንያ ላይ የሚኖሩበት ሀያት መጠን ከተቀሩት አንጻር እጅግ ትንሽ የሚባል ነው ግን አላህ ለዚህ መካሻ አድርጓል በነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምክንያት ኡመቶቻቸው ትንሽ ሀያትን የሚኖሩ ቢሆኑ ዱንያቸው ላይ አላህ ግን ለዚያ መካሻ የሚሆንን ብዙ ነገር አሰናድቶላቸዋል ሰጧቸዋል ከዚያ መካከል ትንሽን ስራ ሰርተው ብዙ ምንዳን እንዲያገኙ አድርጓቸዋል አላሁ ተዓላ በትንሽ ስራ እጅግ ብዙ የሆነ ምንዳ የሚሰጥ ነው ትንሽ የሚባለው ከኛ ከሰው ልጅ እይታው አንጻር ነው አላህ ዘንድ ግን ያ ስራ ለሱ ተብሎ እስከተሰራ ድረስ ثوابه ብዙ ይሆናል እዛ ጌታችን ايكم احسن عملا سيل ከናንተ ውስጥ ዱንያ ላይ سنኖር سنሰራ ስራዎችን ሞትንና ሀያትን አላህ ከፈጠረባቸው ህከሞች ከሚያመላክቱት ወይም ካዘሉት ጥበብ መካከል ይብሉኩም ايكم احسن عملا الى الجيتاتشን ምርጥ ስራ የሚሰራው ማን እንደሆን ይፋ ስኪወጣ ዘንድ ነው ነው እንዲወጣም ነው ነው ለዛ አህሰኑ አመል ስራችን ስንሰራ ዱንያ ላይ አላሁ ተዓላ ለረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመቶች ብዙ ወቅቶችን አድርጎላቸዋል ትንሽ እድሜያቸውን ብዙ ስራ ሰርቶ ያካክሱ ዘንድ ማለት ነው የኸይር ወሮችን አድርጎላቸዋል ከወቅት ደግሞ ምርጥ ወቅት ደግሞ መርጦላቸዋል ከአመትም ለዚያ እነዚያን እድሎች ሲያገኝ ሰው ምርጥ ከምርጥ ሰሪዎች ውስጥ ወይም ስራው አህሰኑ አመል ከተባለለት ውስጥ ሊገባለት ይገባል ምንድነው አህሰኑ አመል የሚለው ቁርአን ለጌታችን ሱብሃነሁ ወተዓላ ፉዳይል ኢብኑ ዒያድ ተላቁ ወሊ ተላቅ ሊቅ ነበሩ በእስልምና ውስጥ እሳቸው በዚህ አንቀጽ ዙሪያ ተጠይቀው ነበር ማ معنى احسن العمل ተብለው የሰው ልጅ እንግዲህ ስራን ይሰራል ዱንያ ላይ ሆኖ ግን ከስራ ውስጥ አላህ ያለው ይሄ ምርጥ ስራ ወይም احسن በማለት የገለጸው ስራ የትኛው ነው ተብሎ ተጠይቀው ነበር የሰጡት ምላሽ اخلصه واصوبه عليه احسن عمل ميبالو ሁለት ነገር ሲያሟላ ነው اخلص ሲሆን እና اصوب ሲሆን የሚል ምላሽ ሰጣቸው ምንድነው ተባሉ አሁንም قيل ما اخلصه وما اصوبه من ማለት ነው اخلص ጥርት ያለ መሆኑና اصوب ደግሞ ልከኛ መሆኑ እንደ ማለት ነው እሱ ማለትስ ምንድነው ተብለው ተጠየቁ ይዛኔ ምን የሚል ምላሽ ሰጡ ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل አንድ ስራ ሲሰራ خالص ሆኖ ማለት ጥርት ብሎ ጥርት የሚባለው ከንያ አንጻር ነው ለአላህ ብቻ ተብሎ መሰራቱ ነው ሰው ሲሰራ ስራው ለአላህ ብቻ ብሎ ኢኽላሱ ለአላህ ማድረግ አለበት የትኛውንም ስራ ሲሰራ የታዘዘውን ጥሩ ስራ ሲሰራ ግን ሰዋብ ያኒ ሰዋብ ካልሆነ ግን ያ ስራ ንያው ጥርት ብሎ ግን ልከኛ ካልሆነ እንደማለት ነው አላህ ዘንድ ተቀባይነት አይኖረው እንደዛው ባገልባጭ ደግሞ وان كان صوابا ولم يكن خالصا فلم يقبل አሁንም ልከኛ ሆኖ ስራው ሲሰራ ግን አሁን ኢኽላስ ካጣ ደግሞ አሁንም የተቀባይነት አይኖረው ሁለቱ የግድ መቆራኘታቸው አስፈላጊ ነው ነው ከዚያ ተጠየቁ ምን ነው ታዲያ الخالص الصواب የሚባለው ስራ የትኛው ነው ታዲያ ሁለቱንም ያቆራኘው የሚባለው ተብሎ ሲጠየቁ ፉዳይል ኢብኑ ዒያድ رضي الله عنه من يمل الله ستو ان يكون يعني الخالص مالت ان يكون لله والصواب مالت ደግሞ ان يكون على السنه يعني ጥርት ያለ ማለት ለአላህ ተብሎ ብቻ ሊሰራ ነው ያ ስራ ሰዋብ መሆኑ ማለት ደግሞ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተማሩት መንገድ በእውቀት የተደገፈ የሆነ በዚያ ልክ ሆኖ መሰራቱ ነው ለዚያ ስራዎቻችን ላይ ትልቅ ትኩረት ያስፈልጋሉ ሁለቱ ነገሮች ትልቅ ቦታ ልንሰጣቸው ይገባል አንድን ጥሩ ስራ ስንሰራ
رمضان ان الله لنبي عليه الصلاه والسلام امتي ستو اهونم لك ليلوچ امموچ بزو شي امت نواريو سيونو شي امت ياكل سي نورو بزو يسرالو النبي امت است تقي تدمي سي ستاچو لك الناس يسروتن ياكل لا يسراچو اي سميت سيادر نو رسول الله لا ይህንን ጉዳይ ሲያስቡ ነው አላህ ለይለቱል ቀድርን የሚሰጣቸው አንድ ሌሊት ሆና خير من 1000 شهر كان ديش ሌሊት የምትበልጥ ሆነች ግን ያኔ ሰው ስራውን ሲሰራ ሁለቱ ነገር መቆራኘቱ ላይ ልብ ሊል ግድ ይላል ለፍቶ መና እንዳይሆን ማለት ነው በረመዳን ውስጥ ብዙ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ ከጾማችን ጀምሮ በኸይራት ልንሞላው የሚገባ ወር ነው ግን እነዚህ በረመዳን ውስጥ የምንሰራቸው በየትኛውም ጊዜያችን የምንሰራቸው ጥሩ ስራዎቻችን ሁለቱን ነገር ማቆራኘታቸው የግድ ልብ ልንል ይገባል خالص መሆናቸውን አስወብ መሆናቸውን ለአላህ ተብለው ጥርት ብለው መሰራት አለባቸው لسو يعني الشرك الاصغر يتبالو يمتنشو شرك يتبالو رياء كسي يصدال مهونون للناس اداو قد يلا هلتن الصواب مهونو اصوب مهونو بتعززن بتلك يسرانو مهونو ما قد يلا الكو قتقا سنسوم سومن يميابلاشو نقروش اللي يتناوك مهون عالبت يميابلاشو تنقر سلالو ليلا سراو تشموسن قبا يا سرا بمن ملكو بيسرانو الله زند تقبلنتين يمياغنيو يميلون قدمنا وكان لنسراو قد ديلال علىزيا مسوم بتشا ثوابن وي مرابنا متاماتو بتشا الله زند يانصوم تقبلنت يادرغوال مالتو ايدلو قران غلطو مانببن بتشاون سايموالو يهي اخلاصنا ثواب يميبالو سايموالو اهونم قران غلطو مقراتون بتشاون الله زند القرآن تكرت يمغنيو من دال اسغنيلن يچلال ازي بوتا لا تلك تكرتن يمشا سلاهون رمضان تلك فرصه العمر عند سب ادمي بهوت زمانو رمضان ناغني مالت الله تعالى تلك ادلن ستوتال مالتنو سران سراوچين طرو سراوچين الله تعالى ببزو اطف من داچون የሚያነባብርበት ወር ነው ረመዳን ለዚያ ረመዳንን አግኝቶ ይህንን እድል የሚያሳልፍ አይሆንም ብልህ አስተዋይ እነዚህን እድሎች በደንብ ይጠቀማቸዋል ለዚያ ታላላቆችን ሀያትስን የረመዳን በሚመጣ ጊዜ ጥሩ ስራ ላይ ከሌላው የተለዩ ይሆናሉ ከሌላው ጊዜያቸው ረመዳንን رمضان ور لا يالاچو حالتاچو ايي سراچو سيتاي كان ليليتاچو سيتاي كليلا وراچو يتلايي نو من غزي عند اينت اي مسلباچون بچراش مكرياتوم ياقوتال رمضان يتلايي سلاهونه انسوم يتلايي يهونو بتال لذيا سرا سيسرا እንደጠቀስ ነው ጥርት ማለቱን ቦታ ልንሰጠው ግድ ይላል ለአላህ ብቻ ብለን መስራታችንን እንደዛውም ደግሞ የምንሰራው ስራ ረሱልላህ ባዘዙበት መንገድ መሆኑን እስልምና አንድን ስራ ሲያዝ ያን ስራ ከሚያበላሽው ነገር የሚያበላሹት ነገሮች ይኖራሉ ሙሉም ያደርጉት እንከኖች ይኖራሉ ያን ስራ ለአላህ ዘንድ ተቀባይ እንዳይሆን ሊያደርጉ የሚችሉ እነዛን ለይቶ አውቆ መሆን አለበት ወደ ስራ የሚገባው ላችን አውቃለን ጾም ጾመው الله زند گن اند يترابه سو بچا تدرگو ميقطرو اندالو قران ام كف گلتو يميانبو گن قرانو يميرگماچو يم دگمو مانبواچو چگر لاي بچا طالاچو انج منم اندان يمياگنيبت بنسو بيت گن ጥሩ ስራ ላይ እየለፉ ነው ራሳቸውን ጥሩ ስራ ውስጥ አስገብተው ልፋት ውስጥ ገብተዋል ያ ልፋታቸው ልፋት ብቻ ሆኖ ለምን ቀረ ሲባል ያጎደሉት ነገር አለ ዕቀትን አጉድለዋል በትክክል እንዴት እንደሚሰራ ለይተው ቆ መስራት ይጠበቅባቸዋል ወደ ስራው ከመግባቱ በፊት ያን ስላጎደሉ ነው እዛ ረመዳን ላይ ምንዳ ወደሚያስገኙ ነገሮች ነው መግባት ያለብን ከዚያ ውስጥ እንዴት ታላላቆችን ስናይ እነሱን አርአያ ማድረግ ያለብን መከተል ያለብን የተላለቆቻችን ስራ ነው ወደ እነሱ ሀያት ብናይ ከሷሃበቶች ረድዋንላሂ ዐለይሂም ከነሱ ብናይ ከሰለፎች ብናይ ከታቢዒኖች ብናይ ከበኛ ለኛ ቅርብ የሆኑ በከድሚ አንጻርም ለኛ ቅርብ የሆኑ መሸይኾቻችንን ተላላቆችን ሀያት
بنطيق انديت اندنبرو رمضان لاي من اينت حالات لاي نبرو يميلون بنناس بنطيق يميسط ملاش يمناغنيو من اينت حيات انداسالفو نو وي من سرا لاي ليو تكرت اندسطو نو يعني بخير نو ميمولت من غيزم كن قران مقرات لاي تلك تكرت يساطو نبر قرانن مانبب لاي رمضان النا قران لك አይነት አጥሏቸው ሌላ ጊዜያቸው ሌላ ጊዜን ቁርአን በማንበብ ያሳልፈው ቁርአን የሚያነቡናቸው ቲላዋ ያደርጋሉ ከተደቡር ጋር በቁርአን የተገለጸውን ከማስተንተን ጋር ግን ረመዳን ላይ ልጅ ይሆናሉ ቁርአን ላይ ያላቸው ሀያት ሌላ ጊዜ ሲያኸትሙ ሳምንት የሚፈጅባቸው ከሆነ ወር የሚፈጅባቸው ከሆነ አንዴ ለማክተም ሳምንት የሚፈጅባቸው ከሆነ ረመዳን ላይ በሁለት ቀን የሚያከትሙ በአንድ ቀን የሚያከትሙ ከዚያ ባነሰ ወቅት የሚያከትሙ እንደነበሩ ይገለጻል ከታላላቆች ከሶሃበቶች ሀያት ጀምሮ ሲታይ ማክተም የሚባል ነገር ውስጥ ራሳቸውን ያስገባሉ ምን ያክል ረመዳን ላይስ ምን ያክል ኺትማን ወይም ምን ያክል ጊዜ ቁርአንን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አንብበው ይጨርሳሉ ያ የሚያበዙ ሆነው ነው መናገኛቸው ኢማም ማሊክ ኢብኑ አነስ ረዲየላሁ ዐንሁ የሐዲሱ ሊቅ የመዲናው ሙፍቲ የከራቱ አኢማዎች ወይም የመዝሐብ መስራቾች አንዱ የሆኑ ታላቁ ኢማም ማሊክ ረመዳን ላይ ሐለታቸው የቁርአን ወር ነው ነበር የሚሉት يعني امام الشافعي بن انزي ائماوت امام الشافعي رضي الله عنه برمضان بكن هلتي ياختم دنبر يجلزال يا مالت انجدي رمضان سالك اسك 60 درس ختمه نبراچو مالتنو ابو حنيفه رضي الله عنه ساتشو احمد بن حنبل يعني يا حديث لكوش تعلقوش ان امام البخاري قتاده تابعين بكن አንዲ ወይ ሁለቴ የሚያከትሙ ነበሩ ብዙ ለዚያ ሁላችንም በዛ ውስጥ መካተት አለብን ለምን ነው ያን የሚመርጡት ማለት ሁሉም خير ስራ ላይ የሚገቡና የሚያበዙ ናቸው ግን ቁርአን ለምን የተለየ ያደርጉታል ከረመዳን ጋር ቁርአን ያለው ተሰስርም የተለየ ነው شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان راسه قرآن يورد بتورنا لذا عند الله تعالى رسرا ببزو اتف من دون سيان نبابر رمضان دقمو بتحام من داي من نباب الله من داني ميابزابت أجر مستت ميابزابت سيهون قرآن بلوهج قرآن ما انببن يمرت على لزيلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيه ቁርአንን የሚያነብሰውን ይያውና አጥርቶ በትክክል መንገድ እንዳልነው ይሄ አህሰኑ አመል ሊሆን ግን ግድ ይላል ቁርአን ሲያነብ የሚያነበው ቁርአን በትክክል ሊነበብ ግድ ይላል ፊደሎቹን በትክክል ማውጣት አለበት ሲያነብ ቁርአንን እንዲሁ ገልጦ ብቻ ለማንበብ መታገል አይደለም መማር አለበት ከሚያስተምሩ ሰዎች ቁርአንን ከሼሆቹ ሊማር ይገባል የታላላቆቹ መንገድ ይሄ ነበር አረብኛ እንኳን ቢችሉ ቋንቋቸው አረብኛ ሆኖ አረብኛ ማንበብ ይችላል እንኳን ቁርአንን ግን ቁርአን ላይ ግን ገልጠው የሚያነቧል ነበሩ ልክ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ሲመጣላቸው በሰይዱና ጅብሪል አማካኝነት ልክ ሰይዱና ጅብሪል እንደ አስተማሪ ሆኖ ነው ለሳቸው የሚነግሯቸው እሳቸው የተባለላቸው ይይዛሉ ለሶሃበቶች እሳቸው ያስተላልፋሉ ሶሃበቶች በዚህ መንገድ ነው ቁርአን የቁርአን አንባበቡም የመጣልን ኢማም አስሱዩጢ አልሐፊዝ አስሱዩጢ ምን ይላሉ እሳቸው واما القراءه على الشيخ فهي المستعمله سلفا وخلفا يعني قران الشيخ زند هيدو ማንበቡን መማር ማንበቡን እንኳን ሁሉም ነገር ቁርአን ይግድ ነብዩ ባስተማሩበት መንገድ ሊያዝግድ ይላል ያአላህ ከላም ስለሆነ ቁርአን ትልቅ ጥንቃቄን እንደተቀረው መጽሐፍ ወይ እንደተቀረው kitab አይደለም ቁርአን እጅጉን የተላቀ የተከበረ kitab ስለሆነ ለዚያ የሰለፎችም የኸለፎችም መንገድ ምንድነው ቁርአንን ከሼኾቻቸው ዘንድ ሄደው በመማር ነው አንባባቡን በደንብ እንዲያነቡት ማለት ነው ወይም አላሁ ተዓላ እንዳዘዘ ወረቲል ቁርአና ተርቲላ يعني በወረደበት መንገድ እንዲነበብ ብልሽት እንዳይመጣ ማንበቡ ላይ ያአላሁ ተዓላ ንግግር ሲያነቡ ማበላሸት ስተትነቱ ወይም ጥፋቱ በትንሽ የሚወሰድ ስላልሆነ ማለት ነው በልክ ሲሆን ደግሞ አላህ ባወረደው ልክ ሲነበብ ምንዳው ደግሞ አላህ ዘንድ ብዙ ስለሆነ
لذا قرآن يمي أنا بس ناوك علم بيفي دلو الله تعالى أسر حسنا دمي ساتو من دون دمي النبابر لات إمام الطبراني معجم الكبير لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يستل ألفت حديث الله نبيه عليه الصلاة والسلام من إلى له من قرأ القرآن فله بكل حرف آية عشر حسنات قرآن ما ينبسه بيفيد له أسر من دوتش الله يساته الكزيا من له ولا أقول ألف لام ميم عشر أسر حسنة بيفيد السبال ألف لام ميم أسر نوم على تايد اللم ولكن ألف ولام وميم ثلاثون حسنة جن ألف لام ميم سيل بيفيد له الله أسر أسر نساته ثلاثة هنا المالتنا قدي قرآن يمي أختم سوا نياو ترتبلوكو هنا قرآن نياختمو من يأكل من دانو الله زنب مياقيني وجيك بزنو نياو ترتبلو بيوتك كل أيان ببوكو هنا يعني قرآن من داو جيك بزنو يمي هنا كمان عمبو كميقينيو ثواب الله زند أجر كزيا يلاك مستر جيك مستر نيا زنو قرآن مانبا قرآن ما يتنكوان سلفوچو ما يتون انكون اند تلك سرانا ميوسدت قران جلطو ما يتون قران مشكمون ما يازون كتلك سرا وسطنا ميبدموت لذا ما ختمو دغمو كرسول الله صلى الله عليه وسلم يساچو يبرتاتوت سرام نو مانبون بتشا سايحون قران يوددال اند انقص بيانبم اند غص بيانبم كن دلو سي متى دغمو من دا من نبابربتن غيزي سياغني رمضان سياغني ما ختمم لاي رسولنا النبي عليه الصلاه والسلام قران ما ختمنا برتاتوال ختم القران من افضل الاعمال عند الله الله زند مرت كم يبالو سراوت اكيد برغت قران ما ختمونه معناته روى الحافظ السيوطي في جمع الجوامع والحافظ النووي في التبيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كأنس بن مالك يزو يستر لفت حديثنا وإن يا نبي قرآن بما ختم زرع يالوت يا برتها التبت نقراتشون منالو خير الأعمال الحل والرحلة يعني خير الأعمال من خير الأعمال كمرت سراوتش الله زند مرت كم يبالو سراوتش الحل والرحلة يعني كفتو ما تشرسوا مزقاتهم من ده مالتنا قرآن افتتاح القرآن وختمه مالتنا قرآن كم جمره وجمره ما عم بجمره ما ختمونه إبزي سرا وستمي قبا الله زند اجي تهدد سرا سرطان من دهون الله نميقه إن يكون بتنجر لك بيان دان دو حرف أسر حسن أسيبال أسر من دا سيبال يعني يكون مسلات يمياك تنو يا بتشار قنا دلم الله تعالى كزيان بلي من دان ميان نبابر جيتانو تشار كريم نو جيتاتن سبحانه وتعالى لزياء لكل حرف يقرأه بميان ببي حرف تضاعف الحسنات أسر عندما تقلت لنا الكزياب لي عندما يهونم رسول الله صلى الله عليه وسلم أستل ألفه لذا بزي سرا مقبات اللبن راسات شنن بزي قزي وعظ سنقرني هنا قدتي الله تعالى خير فلق اللسو بسمو نقر اندي التكام يا درقوال يسمو نقر ودى مريت ورده ودى سرا وستقبال عندما تشودقبو لك من وسط سرار جيوس دوتان يسموتن ترو نجر للي لو ما استلالف بتشعني خيرنا وما استلالف أشوت ترو نجر سمتو يلاون دي سرا ما استلالف كن يا ما استلالفون درشة بتشا ما أزجن ما ساترنا وراس لي ويمدقوم ما سانسنو ما قدلمنا يسرعون يسمون تلك نجر إن الله سي سما بس يسر وسط مقبات ينور بتال لذا قرآن مختم يتعلقوش من غير نبر ختميات سلا ختميات شو بيورا إمام السيوطي إمام النووي كتابو تشارلو أتشو بتننش جزية ختمو ينبرو فضولا أتش متأكسوبت كن إني سمتن ينسون تاريخ استلالا فيوش بيتشامونا للم يلبن لنكتل أتشو بسرا أتشو قد دلال
ختمي وسط راساتش ما اسجبات اللبن قرآنن بتككل من قدام ببن ما اختمن مالتنا من عظمي بركتي ختمي القرآن قرآنن ما اختم قدي عندن كذن ويم عندم رافن قامان بب الله زند جيج من دو بزوك هنا ما اختم من يأكل من دان عندم يستن يعني جيج يبلت أي بزع مهون وجلسنا له ولا شنو الله تعالى وفق بزع سرا وست لم يهوانا لم يعني سنفنا ونفسون تعقلوا بزع سرا وست مهون ويمجبه القرآن ما ختم بزوف ضائله تشالو ترفاته تشالو كذي أما كاك الرسول الله استمرت صلى الله عليه وسلم عند سو القرآن نختمه سيجارس دعاء ما درج يا دعاء واستجابة نياجين الله تعالى الله زند القرآن نختمه ترى لك وش لذا تلم دعاء شون لذا نبر القرآن بمي ختم كذي دعاء نادر قالوا يا من يا ما ختم دعاء مي بالون نادر قالوا يا دعاء مكنيتهم الله زند تكبين نسله هنا بزاق زي مدرك دعاء أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا قرآن بمي ختم جزي ويساتشو بمي ختم جزي بيتساو قولو سبسبو دعا عندي الدرق يا رجالو صحابتو شحالتشون رزيانو يترارو منبر عندو قرآن كختم دعا لي أدرقسيل وداجوشون يترال عبرو دعا عندي أدرقو يا رجالو كل قرآن بما ختم بتشام يدلم عند سو كقرآن يمثله ونعكس الكلام به دعاء ما درجهنم استجاب عندلو كرسوله صلى الله عليه وسلم تورط لنا يعني إني نبي إمام الترمذي سنن أشوليك عمران ابن الحصين زوبارد حديث رسول الله من إلاله من قرأ القرآن فليسأل الله به قرآن يا نبي بسوا بزياو الله نيتأييكه أنا بقرآن الله نيتأييكه دعاء يدرك الله استجابوني مساتي هنا لنو لذا هلاشين رمضان يقرآن ورنو قرآن مكرات ما بزات ينوربنا الشيطان ما تحسرو مرده وتشن نزي أمازيك مبالو تللك وتشنو منو بمنو شيطان متحسرنا شرش من منجل ما يكسر بيت ورم على تير اللهم رمضان قالو شيطان وتش يعني كتروسران ميزنا جون تروسران بتروسران دان نسال في رمضان دان نتكلم ليه أرجعني ميشلون بزونا قرلين وريشلال كنفسي ياتين جمرو يعني متاجل على بنو كذي ياتين ديت يالله فندونا تلك بطال إنسات الجبال بتالي فرص الدل تدرجو مسات اللي دقم يما يشلون دقمو ما نشلو عينت الدل سلهونا النزين لنتكلم باتشي الجبال الله تعالى سمتو كم يتكاموت باريو تشادر جن سمتو يسموتن ودا خير ودا مريتا وردو كم يساروت باريو تشادر جن وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.